افتحها 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 يا عمو. يلا نور عمو نور عمو. طبعا في جزء منها هنتكلم عنه كمان عدم وعي الناس. انت شايف في بنزين نازل من مقطورة انقلبت وانت واقف عليها، ومع ذلك في خطأ طبعا متعلق بطبيعة مصرية انك لازم تقف وتتفرج. ده واحد. اتنين، المسؤول عن هذه الكارثة بعدم وضع الضوابط ووضع منظومة التأمين وانقاذ حياة الناس، المسؤول اللي وصلنا لهذه المصيبة لازم يتحاسب.